خالد، كنت حضرتك كنت بتكلم مع حضرتك وحضرتك قلت لي عايز تعلق على موضوع الشيخ عاصم عبد الماجد اللي هو في مسجد الفتح بين نعم. اللي قاله والهجوم اللي على ميدان التحرير، فما تعليقك بصفتك يعني عضو من اعضاء الجماعه الاسلاميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يعني احنا مكونين ائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه ائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه. الائتلاف دوت هو خارج من رحم الثوره المصريه. احنا شاركنا في الثوره هنا من اول يوم 28 من اول يوم 28 شاركنا في الثوره، وكنا معتصمين مع المعتصمين هنا كل الثوار في ميدان التحرير. احنا يعني مع الثوره طبعا بدايه، مع جميع مطالب الثوره من اول تنحيه مبارك لتغيير النظام لدم الشهداء الان لمحاكمة الظالمين اللي قتلوا الشباب للعدالة الاجتماعية للفقراء، مع كل مطالب الثورة عايزين تغيير، فعلا تغيير كامل وجذري في الايه في المجتمع المصري، مش تغيير نسبي او بسيط زي ما كما هو حادث في الفترة الحالية. عايزين تغيير كامل وشامل. احنا طبعا فوجئنا بتصريحات عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية. هو أولا كمتحدث رسمي باسم الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية أصبحت جماعة غير مشروعة، فهم اختطفوا الجماعة الإسلامية بانتخابات فاسدة وانتخابات غير نزيهة في ظل عصبيات هم مكونينها من الصف الأول والصف الثاني وبعض الافراد القليلين، عملوا انتخابات فاسده ما خدوش ولا استشاروا فيها الاف الافراد الجماعه الاسلاميه، وبعد ذلك نصبوا انفسهم متحدثين باسم الجماعه وقائمين على الجماعه، وهذا خطا كبير. احنا قمنا ضد هذا التوجه من الجماعه، وبنرى ثماره الان اهو. احنا بنرى ثماره في الثوره الايه في الثوره المصريه دلوقتي انقلبوا على الثوار ممالأة للحكام، يعني مرة أخرى يمالئون الحكام ويتركون الثوار، بل يهددون الثوار بالتطهير من ميدان التحرير. طبعا دوت احنا شفنا كلام عاصم عبد الماجد، كلام شديد، يعني وصف الميدان بأنه دعارة وجنس ومخدرات وعملاء وفلوس، كل الكلام ده غير صحيح بالمرة. ميدان التحرير ميدان الشرفاء، ميدان التحرير ميدان الشرفاء، ناس ضحوا بانفسهم وباموالهم وبراحتهم وباوقاتهم من اجل مبادئ ساميه، من اجل مبادئ عادله، فازاي ان هو يجي يقول ذلك على ميدان التحرير؟ فده في تحريض شديد جدا على الثوار وعلى ميدان التحرير. طب هو عايز ايه من الكلام ده؟ هل هو بيحرض العامه والخاصه والدوله والجيش ان هم يجي يطهروا الميدان؟ يطهروا من ايه؟ يطهروا من الثوار؟ لولا هؤلاء الثوار ما كنتش هيبقى فيه اي مكاسب للثوره، وبقائهم هو الفيصل فعلا في تحقيق اهداف الثوره. باعتصامهم بتتحقق جميع مطالب الثوره، وبدون اعتصامهم كانت الحكومه والمجلس العسكري ما بينفذوش اي مطالب، بل بيسوفوا، بل بيبطلوا، بل في احيان كثير في تواطؤ في اخراج ضباط او افراج عن وزراء. فكلامه منافي للحقيقه وللواقع. ولكن احنا كائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه، كائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه، احنا بنحذره من جمعه الفتنه والوقيعه اللي هو دعا اليها التيارات السلفيه والشباب المسلم الطاهر بحجه حمايه الشريعه وبحجه الدفاع عن الاسلام وبحجج كثيره. فاحنا بنحذره لو حصل اي شيء عن طريق الجماعة وبتحريضه هو، فالكلام دوت هيصل للنائب العام. احنا معانا السي دي بكل كلامه واقواله، سواء عند الفتح، سواء في البي بي سي، سواء في المحطات الفضائية، تحريضه المباشر على الثوار. فاحنا بنؤكد ليه ان هو لو حصل حاجة يوم الجمعة فالادلة دي كلها تتقدم للنائب العام، وهيحاكم عليها زي اللي بيحاكم في موقعة الجمل لو حصل اي شيء. وده تحذير يجب انه ياخده على عين الاعتبار. احنا عارفين الافراد جيدا، افراد الجماعه، وعارفينه هو، ولو لقينا اي تحرك منهم
في مواجهة الثوار هيكون لنا رد فعل آخر. ممكن بس تديني نبذة حضرتك منذ متى وحضرتك انضمت للجماعة الإسلامية؟ كم؟ الجماعة الإسلامية انضمنا ليها في سنة 90. سنة 90، وهل ما زلت عضو في الجماعة الإسلامية؟ احنا بعد في خلل كبير حدث في الجماعة الإسلامية، فبدأ تغيير المنهج تغييرا شاملا، مش أصبح مثلا وقف العنف فقط أو استخدام القوة فقط، لا ده أصبح تغيير المنهج جملة وتفصيلا. خرجوا عن منهج الصحيح للجماعة الإسلامية اللي هو أصلا منهج شرعي في الأساس، فهو وأهداف سامية، يعني كان هدف الجماعة تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة على منهج النبوة، ولكن بالدعوة السلمية الصحيحة السليمة المتبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ممالاة لظالمين، بصدع بكلمة الحق، بهداية الخلائق إلى الدين. ثم بعد ذلك أقامة الدولة الإسلامية بس على أسس سليمة. هم حادوا عن هذا الطريق محاداة شديدة، وبدأوا يغيرون في الأحكام الشرعية، وأحكام شرعية ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال علماء السلف، واتجهوا اتجاه آخر سياسي بيملؤوا به الأنظمة الحاكمة، ملؤوا به نظام مبارك وأجهزة الأمن من قبل، وتعاونوا معهم تعاون شديد، وتعاونوا مع هذه الأنظمة تعاون شديد، وبرغم أنه داسهم بالأحذية ولكنهم كانوا يعرضون أنفسهم على هذا النظام. هل تم اعتقالك قبل ذلك؟ اعتقلت في سنة 92 وخرجت بعدها بثلاثة أشهر، وبعد ذلك اعتقلت في 95 وخرجت في 2006. يعني حضرت المراجعات؟ حضرنا المراجعات المبادرة، وشفنا التغيير الفكري للجماعة الإسلامية كاملا، وناقشناهم في هذا الأمر في السجون، وكان الذي يعترض على أي فكرة أو أي تغيير كان بيتم إقصاؤه ويتم إبلاغ أمن الدولة عنه، وده حصل مع كثير ونماذج كثيرة وعندنا شهادات كثيرة، وكنت أنا من ضمن اللي حدث معهم ذلك، وهناك عشرات بل مئات من هذه النوعية. أي خلاف معهم في الرأي مش لا يفسد للود قضية، ده بيفسد للود 100 قضية و1000 قضية. حديثك هذا هل ممكن يعرضك لبعض المشاكل مع الجماعة الإسلامية أو قيادات الجماعة الإسلامية؟ أكيد، بالتأكيد هم ما بيستحملوش ولا يتحملوا النقد، وأنا أعلم ذلك جيدا، لا يتحملون النقد. انظر إلى كلام عاصم عبد المجيد، ماذا لو أنه هو الحاكم، ماذا كان سيفعل بالمخالفين في الرأي؟ بيقول هيطهر الميدان، يعني كان ممكن لو هو الحاكم بالدبابات انسف هؤلاء الناس، طهر هذا الميدان، بل بيؤاخذ على الجيش انه هو بيستجيب لطلبات المعتصمين، وبيؤاخذ على الجيش انه ازاي بي 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 بيستجيب لهذه المطالب، يعني هو مش عايز الجيش يستجيب لمطالب الشعب ذات نفسه، ليه؟ لمخالفة لرأيه هو. فبالتأكيد المخالفة معهم في الرأي هم يعني بيستخدموا القوة في ذلك. شكرا شكرا يا اخي، ان شاء الله. السلام عليكم.